السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم سنة تانية. أخذنا الجزء الأول من درس صناعة الألوان، وأخذنا في الجزء الأول أن المصري القديم هو أول من استخدم الألوان في تزيين جدران المعابد والمقابر، اللي لحد دلوقتي الألوان ثابتة وزاهية وجميلة. كمان المصريون صنعوا الألوان من مواد طبيعية زي الصخور والنباتات. تعالوا نشوف مع بعض الجزء الثاني اللي هناخده النهاردة. استخدموا 7 ألوان في كل رسومهم، وكان لكل لون مغزى، فنجدوا أن الأحمر يدل على القوة، والأخضر يدل على الحياة، والأبيض يدل على النقاء، والأصفر يدل على الخلود، والأسود يدل على الشر، والأزرق يدل على الهواء والسماء، وأخيرا البني يدل على الأرض. يبقى المصريون القدماء استخدموا 7 ألوان في كل رسومهم. استخدموا كام لون؟ 7 ألوان. استخدموا كام لون؟ 7 ألوان. يبقى عدد الألوان اللي استخدمها القدماء المصريين 7 ألوان. لكل لون منهم معنى، لكل لون منهم معنى. طيب تعالوا نشوف كل لون بيعبر عن ايه او بيدل عن ايه. تعالوا نشوف. اول لون معانا كان الاحمر، والاحمر بيدل على القوة. يبقى الاحمر او اللون بيدل على الايه؟ على القوة. الاحمر بيدل على ايه؟ على القوة. تاني لون كان الاخضر، والاخضر يدل على الحياة او يعبر عن الحياة. بيبقى بيدل على ايه؟ على الحياة. يبقى الاخضر يدل على ايه؟ على الحياة. اما الابيض يدل على النقاء. الابيض يدل على ايه؟ على النقاء. بيدل على النقاء. الابيض يدل على النقاء، والنقاء هي الطيبة، الطيبة. اما الاصفر بيدل على الخلود. يبقى الاصفر بيدل على ايه؟ على الخلود. الاصفر يدل على ايه؟ على الخلود. والاسود يدل على الشر. الاسود يدل على ايه؟ على الشر. الاسود يدل على الشر. والأزرق يدل على أو يعبر عن الهواء والسماء. يبقى الأزرق بيدل على إيه؟ على الهواء والسماء. وأخيرا آخر لون هو البني، واللون البني يدل على الأرض. يبقى البني بيدل على إيه؟ على الأرض. دول 7 ألوان لازم نحفظهم ونشوف كل لون بيعبر عن إيه. يبقى تاني الأحمر القوة، الأخضر الحياة، الأبيض النقاء، الأصفر الخلود، الأسود الشر، الأزرق الهواء والسماء، البني الأرض. نفتح البوكلت مع بعض ونقرأ مع بعض المعاني. ياريت كله يقرأ ورايا. رسومهم نقوشهم، رسومهم نقوشهم. مغزى معنى، مغزى معنى. النقاء الطيبة، النقاء الطيبة. يدل يعبر أو يشير، يدل يعبر أو يشير. الخلود البقاء، الخلود البقاء. كلمة مضادها القوة الضعف، القوة الضعف. الخلود الفناء، الخلود الفناء. الحياة الموت، الحياة الموت. الشر الخير، الشر الخير. الأبيض الأسود، الأبيض الأسود. السماء الأرض، السماء الأرض. الكلمة وجمعها لون ألوان، لون
الوان، الشر الشرور، الشر الشرور، السماء السماوات، السماء السماوات، الأرض الأراضي، الأرض الأراضي. تعالوا مع بعض نحل الأسئلة. أول سؤال بيقول: كم عدد الألوان التي استخدمها المصريون في رسومهم؟ استخدموا كم لون؟ برافو عليكوا، 7 ألوان. نكتب سبعة ألوان، يبقى استخدموا كم لون؟ 7 ألوان. استخدموا كم لون؟ 7 ألوان. ماذا يدل اللون الأبيض؟ اللون الأبيض بيعبر عن إيه؟ مين يقول لي اللون الأبيض يعبر عن إيه؟ برافو عليك وعلى النقاء، يعبر عن النقاء أو يدل على النقاء. السؤال رقم 3: ماذا يدل اللون الأسود؟ بيدل على إيه اللون الأسود؟ الشر، بيبقى يدل عن إيه؟ الشر، يبقى اللون الأسود يدل على الشر. طب ماذا يدل اللون الأحمر؟ بيدل على إيه اللون الأحمر؟ ها اللون الأحمر بيدل على إيه؟ مين يقول لي؟ برافو عليك، والقوة، بيدل على القوة، يبقى اللون الأحمر يدل على إيه؟ القوة. ياريت نكون كلنا كتبنا مع بعض. أول سؤال 7 ألوان، الإجابة بتاعته 7 ألوان. كم عدد الألوان اللي استخدمها المصريون؟ 7 ألوان. اللون الأبيض بيدل على النقاء، الأسود عن الشر، والأحمر القوة. بعد كده بيقول لي استخدم مد بالألف. طبعا احنا عندنا 3 أنواع للمد: مد بالألف، مد بالواو، ومد بالياء. طب احنا عايزين مد بالألف. برافو عليكم، ألوان. حرف جر، طبعا احنا عارفين حروف الجر. حروف الجر: ركب القطر، من وإلى، عن وعلى، في والكاف واللام والباء. وعارفين طبعا ان احنا عندنا 5 حروف منفصلة يعني بتسبق الاسم، و3 حروف متصلة يعني بتمسك في الاسم، اللي هي الكاف واللام والباء. طب عايزين حرف جر. برافو عليك، وفي، طبعا في حرف منفصل يعني بيسبق الاسم. طيب لام قمرية، لام قمرية، طبعا احنا عارفين حروف اللام القمرية. ممكن نقول جملة لحروف اللام القمرية علشان تسهل لنا حفظ الحروف، زي جملة ايه؟ جحا غبي فك مخه وقع، جحا غبي فك مخه وقع. الجملة دي فيها كل حروف اللام القمرية، هتسهل علينا حفظ حروف اللام القمرية. يلا نشوف لام قمرية. برافو عليكم، الأحمر. الأحمر، لام شمسية. طبعا لام شمسية حروفها سهلة: التاء والساء، الدال والذال، الراء والزاي، والسين والشين، والصاد والضاد، والطاء والظاء، وحرفين زي بعض اللام والنون. الشر، برافو. اسم، طبعا احنا عارفين ان الاسم ده اسم يعبر عن شيء، شيء معين، اسم شيء معين، إنسان، حيوان، جماد، نبات. طيب أي كلمة فيها ألف ولام اسم، أي كلمة قبلها حرف جر اسم، أي كلمة عليها تنوين اسم، أي كلمة فيها تاء مربوطة اسم، أي كلمة قبلها يا نداء زي يا محمد، الكلمة اللي بعد يا اسم. يبقى عندنا 5 حاجات بتيجي مع الأسماء: الألف واللام والتنوين والتاء المربوطة وحروف الجر ويا النداء. يلا نستخرج اسم.
لون. ماشي. لون الشر، الأزرق، الخلود، الأرض، كل دي أسماء، أي كلمة فيها ألف ولام أسماء. فعل، طبعا احنا عارفين أنواع الفعل تلاتة، ماضي مضارع أمر. أنواع الفعل تلاتة، ماضي مضارع أمر. تعالوا نشوف فعل، نستخرج فعل. استخدم، برافو، استخدم. استخدم، وطبعا اهي عشان لو مش واضحة اول كلمة في الجملة او اول كلمة في الفقرة. طيب بعد كده بيقول لي تنوين. تنوين، احنا عندنا ثلاث انواع للتنوين: تنوين بالفتح، تنوين بالضم، تنوين بالكسر. والتنوين ايه هو؟ نون ساكنة بنطقها في اخر الكلمة لكن مش بكتبها. تعالوا نشوف تنوين بالياء. يلا نشوف مع بعض مد بالياء. برافو، اخيرا. اخيرا، اخيرا، مد بالياء. طب الف لينة، الألف اللينة زي ما احنا عارفين بتكتب ياء وتنطق ألف. برافو عليكم، مغزى، مغزى. تعالوا مع بعض نشوف خريطة الكلمة. خريطة الايه؟ الكلمة. طبعا الخريطة بيكون فيها النون والمعنى والمضاد وبنكتب جملة. جايبين كلمة ايه؟ الخلود. الخلود يعني ايه؟ الاول نشوف نوعها. الف ولام، وانا مغمض عيني اسم، وانا مغمض عيني كلمة فيها الف ولام هتبقى اسم. طيب معناها ايه؟ الخلود. برافو، البقاء. طيب مضادها؟ الفناء، يفنى يعني ينتهي. الكلمة في جملة، ممكن نكتب الجملة ايه؟ الأصفر يدل على البقاء. الأصفر يدل على الايه؟ البقاء. الأصفر يدل على البقاء. تعالوا مع بعض نشوف حلل. حلل الكلمات. الشر، الري، خلي بالكوا الشين عليها شدة والراء عليها شدة. تعالوا نشوف هنحللها ازاي. طبعا لام شمسية، يعني هكتب الألف واللام ومعاها حرف من حروف اللام الشمسية اللي هو الشين. وبعدين الشر يعني شين وراء، شر ري. طبعا الشين علشان عليها شدة، واحدة رجعت مع اللي قبلها والتانية لوحدها، والراء كمان عليها شدة، واحدة رجعت مع اللي قبلها والتانية لوحدها. طيب الحرف اللي بيرجع مع اللي قبله ده ليه بيرجع؟ علشان بيكون عليه سكون. الشدة دايما لما بتبقى على حرف، الحرف ده بيبقى فيه واحد ساكن والتاني متحرك، يعني واحد عليه سكون والتاني عليه فتحة أو ضمة أو كسرة. طيب اللي عليه سكون لازم يرجع مع ايه؟ مع اللي قبله. الشري، طيب نشوف الوانن. الوانن، اللام عليها سكون رجعت مع الألف، الواو والألف مد وممدود لازم يكونوا مع بعض، والنون لوحدها. الوانن، ياريت نكون كتبناه. تعالوا نشوف كلمة الأرض. ال، طبعا لام قمرية، ال أر دو، الأرض، الأرض، زي ما بنطق بحلل.
هو ده فائدة حلل، بيعرفني امتى انطق الحرف ده مع الحرف اللي قبله او الحرف اللي بعده. بصوا كده هننطقها ازاي. ال ار دو، ال ار دو. نشوف اخر كلمة، سبعة، سبع ع سين والباء مع بعض عشان الباء عليها سكون، رجعت مع اللي قبلها. العين لوحدها والتاء المربوطة لوحدها لان كل حرف منهم عليه حركة. سبعة او سبعة. طبعا الخط هنعمله واجب. تعالوا نراجع مراجعة سريعة قبل نهاية الفيديو. احنا عرفنا كده ان القدماء استخدموا سبعة الوان في رسوماتهم. استخدموا اللون الاحمر كان بيدل على القوة، الاخضر بيدل على الحياة، الابيض على النقاء، الاصفر يدل على الخلود، والاسود يدل على الشر، والازرق يدل على الهواء والسماء، والبني بيدل على الارض. اتمنى يا سنة تانية تكونوا فهمتوا الدرس كويس. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.